يوتيوب وجوجل لمعرفة استخدام ترسانة الأسلحة المتطورة التي تتدفق إلى كييف لكن دون جدوى، والسبب أن القوات الأوكرانية لا تعرف كيفية استخدام تلك الأسلحة بشكل دقيق نتيجة عدم التدريب عليها، ليبدو الأمر كشخص حصل على جهاز آيفون 13 الحديث لكنه لا يجيد استخدامه سوى للاتصال الهاتفي والإجابة على المكالمات الواردة، إذ يشكل تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام الأسلحة والمعدات الحديثة المتدفقة من دول الغرب عقبة كبيرة ومتنامية أمام استخدامها بالشكل الصحيح، كون الغرب سيما أمريكا لم ولن يرسل مستشارين عسكريين لتدريب الجيش الأوكراني لتفادي أي صدام مباشر مع روسيا والاكتفاء بتدريب بعضهم خارج أوكرانيا وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، أمر فرض ضغوطا هائلة على الجنود الأوكرانيين ممن حصلوا على فرصة التدريب على تلك الأسلحة، حيث يضطرون إلى نقل الخبرات بشكل سريع لرفاقهم من الجنود على الخطوط الأمامية للقتال. هناك بعض الأسلحة التي نحتاج إلى التدريب عليها مثل صواريخ أرجو وبعض الأسلحة المدفعية، نحن بحاجة إلى دورات رسمية لمواجهة القوات الروسية بدل اللجوء إلى البحث على إنترنت. الصعوبة لم تتوقف هنا، إذ تلجأ القوات الأوكرانية في كثير من الأحيان إلى استخدام ترجمة جوجل لقراءة الدليل الخاص ببعض الأسلحة الحديثة، والذي عادة ما يكون باللغة الإنجليزية التي يفتقد إلى إيجادتها نسبة كبيرة من الجنود الأوكران، إضافة إلى أن بعض الجنود الأوكرانيين ممن يستخدمون الأسلحة الغربية المتطورة يتعلمون كيفية استخدام الأسلحة عبر مقاطع الفيديو على الإنترنت، أمر قد ينجم عنه نسبة خطأ كبيرة.